أنهم قادمين على انتخابات لتشكيل جميع الهياكل. جميع الهياكل. هياكل المساندة، وهي شكل الشاشين تقوم بالانتخابات هذه، وهياكل الهيئة الجهوية والقطاعية، وكبار الناخبين، ومجلس العنب. ومن غير شك بعد ذلك تشكيل المكاتب الوظيفية والمركزية ومجلس التعديل. دونك هنا هي دعوة للشباب الهندسي تاعنا. قل لهم انتم الابواب مفتوحة ليكم باش تجيو تترشحوا للانتخابات هذية وباش تاخذوا الكراسي تاعكم. واكبر دليل على ذلك ان الخمسه هيئات اللي تجددت في 2020 يعني منذ سنه هي اربع هيئات قطاعيه وهيئه جهويه تاع تطاوين، ان الانتخابات المره هذه اعطت اغلبهم شباب. الجيل اللي بتاعي انا سيظهر انه بدا يعطي في المشهد. دونك الانتخابات الجايه نحب على نفس العنوان انه الهيئات الجهويه والقطاعيه تشبع. ومن غير شك زاد هي فرصه للمهندسات باش تكون متواجده. ايش نقول؟ حاجتين. الحاجه الاولى انه كل مره بعد الانتخابات وقت الانتخابات الناس تكون تتحمس. وبعد الانتخابات يبداو يهربوا بالوحيد بالوحيد. بعد ست شهور من الانتخابات ما يتكلم كان السويس ولا بلاصه ثلاثه، نقول بعد ست شهور نعرف شنو نتكلم. بالك تقولوا تبدل الوقت، مش صحيح. لانه يعني كل الانتخابات بنفس العقليه اللي قبل الانتخابات الحماس هو اللي نراه فيه تو، لكن مباشره تتغير. علاش؟ سبب بسيط، لأنه يعني فما برشا من الناس جايين لمصلحة خاصة، وبرشا من الناس كيما نقول مصلحة خاصة مش معناتها مش يرمين فلوس في جيبه، لا، جاي يا باش يرمي اسمه في سي في حاجته بها الكارت فيزيت، وهذا الجزء الكبير، وفما اللي ماشي في باله اللي هو باش يولي يسول ويجول. ولكن بعد هذه الصعوبات تعطي انه مش كيف ما كان يتوقع. فما حاجه اخرى برشا وحيد انه لما يتيح في الانتخابات ولا كان يجري على منصب كاتب عام ولا منصب ذا مسؤوليه معينه ما يلقاش يلقى منصب اقل، الغدوه صباح ما باش يجي. هذه هي بالشخصيه كامله. ظروف العماله صعيبه وهذا تعرفوه الكل. الخدمة مش سهلة وهذا تعرفوه الكل، يعرفوه على الأقل الناس اللي ناشطة. ظروف البشرية، موارد المالية نتاع العمادة والموارد البشرية نتاع العمادة اللي هي خاصة الأجر ضعيفة وضعيفة جدا. اللي ينجحوا الكل من عدين لعضو فرع فهم كلهم كيف دون استثناء كلهم عمل تطوعي المليح فيه ياخذ ليسانس تاع الكهرباء وقت يسافر لا غير. دونك اللي نحب نقول الامور هذه لازم الناس تكون متحسه بها فاهمتها ويتفهموها لهم قبل لا يترشحوا، باش بعد تالي مش بعد الانتخابات يبداو فرفر. نحب نوقف بعد الانتخابات يبقاو باش يشمروا على ذراعهم ويخدموا على رواحهم ويواصلوا العمل تاعهم مهما كان المنصب اللي ياخذوه. الحاجه الثانيه اللي نحب نقولها في الباب هذايا هو للناس اللي ماشيه تنتخب، هذه امانه. كيف ما انه المترشح يلزم يعرف انه قادم على امانه، وانت كيف عندك صوت لازمك تعرف شكون تعطيه. يعني هذا الانسان اللي فاهم وجاي لمصلحه وانتم تعرفوه في شخصيته، ولا اللي هو الطز حكمه سامحوني في الكلمه لكن الله غالب مجبور نقولها،
زين تبعدوا عليه. دونك لازمك تعرفوا كيفاش شكون تصوتوا وتعرفوا شكون تنقيو، على اساس انه العمليه هذه هي مش تساوي عمل ثلاث سنوات القدام. اللي صار في الفتره الاخيره هي فونداسيون كبيره، ثمرتها مش تجي في الثلاث سنوات المقبله. دونك يلزم اللي بنينا عليه، اللي عملنا خدمناه ما يتيحش في المال، يلزمنا نبنيو عليه.